اخبارك؟ زين. جيت من البحرين اليوم؟ مو باليوم، امس. امس؟ شجع اليوم البحرين اكيد صح؟ صح. يفوزون اليوم؟ ما نعرف. ما تعرف؟ ليش بغيت تبين؟ خلي شو يقولك الناس. شو تقول حق اهلك في البحرين؟ ها؟ شو تقول حق اهلك في البحرين؟ بقول كل شيء. تقول لهم كل شيء؟ قول لهم احبكم يا اهل البحرين. اوكي. قول احبكم يا اهل البحرين. احبكم يا اهل البحرين. يا اهل البحرين. يلا وقول بكي شو. حلو. مسوي لك رابطه بروحك بتفوزون اليوم يعني؟ بنفوز يعني بنفوز. المرة الأولى منو بتشت ثاني، احنا ولا انتم؟ لا احنا. ايه. آخر مرة منو فاز، الإمارات ولا العراق؟ الإمارات. اليوم؟ العراق. العراق. متأكدين؟ ايه السيد الأول. ايه السيد الأول. ايه السيد الأول. مباراة صعبة اليوم. اي والله صعبة، صعبة هواية، بس جمهوركم ما يتفائل. ما عندنا غير التفاؤل ان شاء الله. الراحة للعراق فرحنا لكم، ونية عندنا ترى ما راح تفرق ان شاء الله، ما تفرق. احنا والامارات اهل، اهل وخلاص. تتوقعين النتيجة؟ والله متوقعة 2 انا. بالضبط 2-0. ان شاء الله، ان شاء الله. في حد يحلم وهو صاحي؟ والله ان شاء الله، ان نحقق الحلم مالتنا رب العالمين، مو بعيدة عند الله. بس في حد يحلم وهو صاحي؟ سؤال. لا نحلم، ما 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 في حلم، ان شاء الله حقيقه. لا ان شاء الله حقيقه. يعني تفوزون ان شاء الله. هلا بعد عمري اشقاوي يلعبون، يشجع الفريقين. ترى صعبه لك ان شاء الله. مو صعبه، سهله على الفريقين. كم تتوقع النتيجه؟ انا اقول بس لا تزعل. لا اكيد اكيد. 2-1 للعراق. 2-1 للعراق. ايه. اقول لك 1-0 الامارات. بعد انت رايك وانا رايي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. توقعين النتيجه؟ ان شاء الله الفوز للعراق. نقول 2-1. 2-1. سمعتي عن حد يحلم وهو صاحي؟ ليش؟ اكيد سود الرافدين مو بعيد عليهم. سؤالي الان مختلف. سمعتي عن حد يحلم وهو صاحي؟ لا طبعا ما سمعت. انا شخصيا ان فازوا العراق تراني مهني، وان فزنا الامارات ما اتوقع بتزعلون. ان شاء الله 2-0 الامارات. 2-0 الامارات؟ ان شاء الله. واحد احنا يكفينا. لا 2-2. اثنين. الثانية فيها بركة ان شاء الله. واحد لك واحد. اثنين ولا؟ هذه اكرم منكم. كرسي جدر ما يقعد الا على 3. ان شاء الله 3-1 الامارات. اتمنى التوفيق ان شاء الله. ثالثنا قول شنو رايك؟ كم توقع؟ 1-0 حق الامارات.
والله اداء طيب لحد الان طيب، بس اتمنى من اللعيبه شوي يشدون حيلهم. تتوقع النتيجه؟ والله ان شاء الله 2-0. احنا صعبنا المباراة على نفسنا وضيعنا فرص كثيرة، مفاتيح اللعب حتى الآن ما كانوا في الفورمة، لكن الحمد لله في النهاية قدرنا أن نوصل النهائي. بعد كل هذه الظروف، بعد كل هذه المعطيات توصل للنهائي في هذه الظروف، هذا شيء جميل ويشكر عليه اللاعبين. بس الأهم الآن ما دام وصلت للمرحلة أنك إن شاء الله تكملها تنتزع اللقب الثالث. عبدان بادرة جميلة دائما من جماهيرنا، يعزف للسلام الوطني بداية المباراة نهاية المباراة، فايز خسران السلام الوطني لدولة الإمارات حاضر. ما عندنا شك في جماهيرنا، ما عندنا شك في رجال الإمارات، هذا شيء أصبح ديدا مستمر منهم. الشعب بهذا الولاء بهذا التواجد أكيد يستاهل الفرحة دائما إن شاء الله. عصام حجو، البعثة الإعلامية يعني عملت كثيرا مع هذا المنتخب، الوصول لهذه المرحلة إنجاز، النهاية حسابات أخرى. إنجاز وإنجاز كبير جدا جدا، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، فقد كان المنتخب هو منتخب الإمارات كان الأكثر فرصا وكان الأكثر تنظيما وكان مميزا، وظهرت خبرات المدرب الكبير والقدير زكيروني الذي يعني قاد الفريق لمباراة كانت كبيرة جدا واستحق الفوز عن جدارة. زكيروني ما ريت شيء بالنهاية، سجل هدف وجيب البطولة. ذكروني يعمل اللي هو عايزه لأنه مدرب خبير ويعرف من أين تؤكل الكتف. وقت الشدايد ما لها غير عيال الإمارات. طبعا الحمد لله رب العالمين، عندنا رجال وهذا أقل شيء يقدمونه للدولة. ما خيبوا ظن الجماهير اللي يتم الإمارات واللي تعنت وقفت معنا. لا لا لا، الحمد لله رب العالمين، أدوا وكفوا يعني أدان، إحنا مرتاحين منهم وقادتنا وبلادنا. الكاس إن شاء الله أكيد، وبلادنا وقادتنا يستاهلون هذا التضحية من الجميع. بإذن الله فالنا الكاس. آمين يا رب. اليوم لابس منتخب الكويت، ما يلعب منتخب الكويت؟ اي ادري، بس شو اسوي ما عندي الا البلوزه وشجعت الامارات. شجعت الامارات؟ اي. احنا بنهديك بلوزه منتخب الامارات. مشكور، يعطيك العافيه. كيف شفت اللعب اليوم؟ زين الحمد لله. احنا ترانا مستانسين عندكم، ما بنطلع غير ناخذ البطوله. ان شاء الله. تقول البطوله؟ ان شاء الله. اليوم عندنا العزيمه لازم، ما بني عندكم. انت عندنا؟ اوكي ان شاء الله. عند اللاعبين ولا الاعلاميين؟ الاعلاميين. اللاعبين احسن. لاعبين احنا ايش تبغي فينا احنا؟ عموري. عموري؟ شو تقول لعموري؟ مبروك الفوز وبس. فايز الكاس ان شاء الله. راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، شيبة الاتحاد أقدم عضو، يعطيك العافية، قليل التصريح الإعلامي، بالبركة اليوم وصلنا لمرحلة مهمة. ألف مبروك للجميع، للقيادة، للشعب الإمارات، للجمهور اللي حضر هني، لأعضاء الاتحاد وأعضاء الاتحاد، لكل من آزرنا في المباراة هذه. صراحة المباراة كانت صعبة جدا، يمكن الفترة اللي الفريق بدأ يتحسن من 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 مباراة لمباراة لمباراة لمباراة، اليوم صراحة الشباب أدوا مباراة كبيرة جدا، عكس المباراة كان عالي كبير جدا، عالي كبير، والشباب أدوا مباراة صراحة تكتيكية بمعنى الكلمة، وكنا
كعبنا مثل ما يقول عالي على الفريق العراقي، ضيعنا فرص سهلة جدا، ولكن يمكن ضغط المباراة كانت كل الترشيحات تقول لا العراق العراق العراق، ولكن أثبتوا شبابنا أنهم هم على قدر المسؤولية. مبروك المد وإن شاء الله فالنا الكاس. إن شاء الله إن شاء الله فالكم الكاس. سعادة مروان بالغليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم مالنا غير نهني التهاني، أتوقع وصلنا لمرحلة مهمة، دام وصلنا النهائي بإذن الله ما نسعى غير نحقق هذه البطولة. الحمد لله رب العالمين، ما قصروا الشباب جزاهم الله خير، وأشكر جميع الجماهير اللي حضروا واللي خلف الشاشات واللي يدعونا في البلاد، وإن شاء الله الشباب بيكملون المشوار والنهائي إن شاء الله حسبة جديدة بإذن الله رب العالمين. سعادتك المرحلة هذه جدا مهمة، أتوقع كذلك الجماهير اللي يعني بيحضرون ومتوقع أنهم يحضرون الاتحاد الإمارات فريق كبير جدا متواجد من قبل الاتحاد، متطوعين الموجودين على أرض دولة الكويت، الترتيبات القادمة بالنسبة لهذا الموضوع لأن كثير الجماهير تسأل في هذا الجانب. والله شوف الهيئة مشكورة ما قصرت، والشباب هني متعاونين معاهم، وأنا أقول تجار الإمارات ما بيقصرون إن شاء الله في دعم الجماهير، وإن شاء الله هذا استاذ التحفة مثل ما يينا نشارك الشعب الكويتي أفراحه، الجمهور إن شاء الله بيحضر وبيكون ختامها مسك بإذن الله رب العالمين. دام سعادتك على الجانب الشخصي لحك الشيب قبل البطولة، لا شوف كم من شعره بيضة والله شيبتك الرياضة؟ هاي الحياة، الجوكر قال شيبت كأس الخليج، أنا بعدني جديد. لكن أشوف كم من شعره بيضة في أول خليجي. الله المستعان، ما قصروا الشباب جزاهم الله خير، كلهم أبطال. والجمهور بعدهم الأبطال، ونشكر سعادة السفير وكل من حضر وازرنا. سعادتك بإذن الله صورة الختام مع سعادة السفير في الكويت، وبنخلي يدي مهام على أكمل وجه وبنشي البطولة بإذن الله. بإذن الله رب العالمين، الله يوفقنا إن شاء الله، الله يوفقنا. مشكورين. سعادة من يجي الوصول إلى النهائي له دائما نكهة ثانية تماما، المباراة شدت أعصابنا لكن عملنا المطلوب ووصلنا للنهائي. أول شيء نقول الحمد لله وصولنا للنهائي بحد ذاته اليوم، إن شاء الله نرجع بالكاس كاس الخليج اللي أنا كنت تشرفت وخطه في الدورة السابقة، إن شاء الله هذه المرة نرجع فيه للإمارات. الشيء اليوم الجميل اللي عجبني اللعب كان جدا ممتع، تعرف فريق العراقي من الفرق الصعب تجاوزها، وكانوا مصرين ولو شفتوا إصرارهم أنهم يتجاوزون اليوم الإمارات، لكن الحمد لله إصرار اللاعبين، نوجه لهم التحية والجهاز الفني، نقول مبروك للإمارات للناس الجماهير اللي وصلت اليوم، ناس معظمها لغت الرجعة، إن شاء الله فانا نرجع بالكاس للدولة. وخليفه اليوم زكروني وعد فأوفى، ما عمله اليوم أتوقع زكروني قدر فعلا أنه يسكر على المنتخب العراقي وحقق وخلق أكثر من فرصة، عودة أحمد خليل، عودة علي مبقوت لمستواه، عودة إسماعيل الحمادي، هاي كلها أمور تبشر أن زكروني قادم هجوميا كذلك. مثل ما تفضلت نعم، اليوم في أدوات كانت موجودة، بداية بمهاجمين صريحين أحمد خليل وعلي مبقوت عملوا الفارق، كنا خطيرين ضيعنا عدة فرص، هذا منتخب الإمارات اللي عهدناه ونتوقع إن شاء الله المزيد في الشق الدفاعي وأيضا في الشق الهجومي. عمور اليوم كان متحرر ولعب عزف السيمفونية اللي احنا متعودين عليها، وهذا اللي شفناه عمر ضغط كبير عليه وكل ساعة يضرب عمر، فمعناته عمر اليوم قدر ياخذ الملعب بالعرض والطول، يستاهلون الشباب. يستاهلون، كنا نتمنى في الوقت الاصلي لان اليوم هم لعبوا ثلاث اشواط، عندنا المحطه الاخيره ان شاء الله العوده بالكاس الخليج 23 من الكويت للامارات، نهدي للقياده والشعب باذن الله. احمد علي المهبوبي عضو مجلس اداره اتحاد الامارات لكره القدم، هنيكم على هذا الانجاز اليوم، اتوقع عمل جميل نستحق ان نوصل فيه للنهائي. عمل جميل اثبتوا اليوم عيال زايد انهم رجال في الميدان. تهنئة للحكومة وقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات بهذا الإنجاز الحمد لله. تعبتنا المباراة، كلنا الصوت مبحوح، تعبتنا للآخر، لكن الحمد لله تكلل بالنجاح، كل شيء الحمد لله. أتوقع النجاح هذا مطلوب منا اليوم البطولة ومش مطلوب شيء. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله وقفتكم ووقفت عيال زايد معانا ماشي مستحيل معنا. خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، بارك لكم هذا الإنجاز اليوم، الوصول إلى النهائي إنجاز. الحمد لله. في البداية طبعا نهني جميع شعب الإمارات على حكومة وشعبا على وصول الفريق للمباراة النهائية، وهذا جهد الحمد لله أن لاعبينا كانوا على الموعد وكانوا التقى الجماهير أعطتهم إياها، الحمد لله أنهم ما خيب الظن، وإن شاء الله إن شاء الله يسرمونا لعيبتنا ويكونوا مركزين على المباراة النهائية.
مالك تفرح بالبطولة إن شاء الله، إذا الله كاتب لنا نصيب إن شاء الله بناخذها بجهد شبابنا وأولادنا إن شاء الله. سعادة السفير رحمه حسين الزعابي، مبارك اليوم هذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي تحقق من أرض الكويت. الحمد لله فعلا مبارك، ونقدم بالتهنئة إلى شيوخنا وأهلنا في الإمارات ورئيس وأعضاء منتخب الإمارات وجمهور الإمارات اللي تعنا السفر من الإمارات إلى الكويت، ونقول لهم الشباب ما قصروا بتعاونهم وجديتهم، وإن شاء الله ما يرجعون إلا بالكاس وياهم على نفس الطيارة. عادتك قلنا لك نبغي صورة الختام وياك في المطار، والوداعية يكون الكاس ويانا، كل مالنا نجدد اللقاءات والموعد قريب. نعم قريب إن شاء الله، ما في شيء بعيد، شباب عيالنا مو مقصرين وما بيقصرون إن شاء الله، وبيرجعون بالكاس وبنتصور فيه في الكويت وفي الإمارات إن شاء الله. سعادتك كذلك من الجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغ تحيات الأخوان جميعا، أبلغ تحياتهم لكل أفراد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة للكويت للعمل الكبير، وللأمانة كل ما نلاقي الجماهير الإماراتية تشيد بعملكم وبالاستقبال وبالحفاوة اللي يلقونها في الكويت. هذا واجبنا ونقولهم واجبنا وحقكم علينا، وإن شاء الله ما ترجعون إلا والكاس وياكم وانتم راضين وفرحانين. سلم الكثير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مبارك لكم هذا التأهل، مرحلة مهمة جدا، أتوقع تخطينا الصعاب في خليجي 23. الحمد لله الحمد لله، مجهود الشباب أول شيء ودعم قيادتنا الرشيدة الحمد لله نهنيهم بالتأهل النهائي، وإن شاء الله شباب قد المسؤولية ما قصروا، أدوا المطلوب منهم إن شاء الله وعطوا اللي عندهم إن شاء الله، والجمهور جزاهم الله خير ما قصروا اللي وصلوا هني واللي شجعوا خلف الشاشات. منتخب الإمارات قد الرهان، منتخب ما شاء الله ثقيل نأدي اللي عليه، الشباب ما شاء الله مترابطين نأديين كل مطلوب منهم، المدرب عارف شو اللي يبغي من اللعيب واللعيبه فاهمين شو اللي يبغي منهم المدرب الحمد لله، ما بدخل في امور فنيه لكن الحمد لله بين الفريق الحمد لله شخصيه الفريق موجوده، واليوم في النهائي نتمنى دعم الجميع ان شاء الله كجماهير ووقفتهم على الفريق ان شاء الله، والفريق ان شاء الله الرهان عليه مش خاسر. وسهيل في الختام ما محتاجين لا نبغي اداء ولا نبغي غيره، نبغي جول جول ينهي المباراه. لا لا ان شاء الله ان شاء الله، احنا اهم شيء النتيجه عندنا، والنتيجه اليوم نلعب نهائي ورايحين نهائي ان شاء الله، وان شاء الله فريق منتخب الامارات منتخب قادر على النهائي وعنده الخبره اللي يخلص فيها النهائي ان شاء الله. حسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الامارات لكره القدم وكذلك عضو لجنه الاعلام في خليجي 23. حسن اتوقع الامور بدات تبتسم لنا والان محتاجين ان نركز في ضربه الختام. ان شاء الله يا رب، اول شيء نبارك لحكومه الامارات لشعب الامارات للرياضه الاماراتيه الوصول الى نهائي كاس الخليج 23، ايضا نبارك للقنوات الاعلاميه اللي دائما تنقل لنا هذا الحدث بشكل، خاصة الشارجه الرياضيه التي تنقل هي عين الامارات في الكويت، الشارجه الرياضي على عملها هذا واحد. اثنين ان شاء الله ربنا يكرمنا بالنهائي وهذا الجهد ما يروح، كان في استراتيجيه واضحه من اتحاد الامارات لكره القدم اننا نتعامل مع المجموعات تعامل خاص، وبعد ذلك الدور الأربعة تعامل مختلف، والآن في النهائي كل الأمور أنا أتوقع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قدم كل شيء لهذا المنتخب أن يكون هو بطل الخليج. إن شاء الله ربنا يكرمنا وتوافق من عند رب العالمين، لكن حتى الآن أهدافنا تحققت الحمد لله، الاستراتيجية اللي عملنا عليها الإعلامية الفنية الإدارية من كل النواحي الحمد لله نحن موفقين بفضل من رب العالمين، وإن شاء الله تكمل ونطلع على قناتكم الموقرة ونبارك لكم ونبارك للشباب اللي معاك في الاستوديو والعاملين اللي خلف الكاميرات اللي عاملين في الاستوديوهات معاكم لأنهم شركاء استراتيجيين وجزء من هذا النجاح إن شاء الله. حسن على الجانب الإعلامي كذلك أتوقع سجلنا حضور ناجح من خلال أكبر فريق إعلامي، من خلال كذلك تمثيلنا بوجود شخصك الكريم ممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في يعني هذا الحدث الكبير، أتوقع النجاحات الإعلامية هذه كذلك كلها تصب في رصيد الإعلام الإماراتي. طال عمرك الإمارات وشبابها، الإمارات تعلمنا من الإمارات أنا دائما لما نطلع منها نكون عيال زايد، نكون سفراء في الإمارات سواء أن عملنا عمل رسمي أو حتى كنا موجودين هنا. الآن أنا اللي يتميز فيه في هذه البطولة أن الإعلام الإماراتي متكاتف، الإعلام الإماراتي هادئ، الإعلام الإماراتي إيجابي، وهذا اللي تعلمناه من 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 قادتنا. أنا أتمنى التوفيق لباقي المؤسسات الإعلامية في الفترة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب نحن نحقق الكاس ويكونون هم أيضا شركاء استراتيجيين في هذا. البركة يا حسن. الله يبارك فيك، شكرا شكرا، الله يعطيكم العافية. على بداية السنة وتحقيقنا يعني اليوم الهدف والوصول إلى النهائي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هاي النتيجة. أتوقع أن النتيجة إيجابية بالنسبة لنا رغم الوضع اللي نحن فيه. شيء طبيعي، يمكن انت
صحيح ما طلعت بال في نهايه المباراه طلعت بالبلنتيات، لكن نقول الحمد لله ناخذ النهم، وان شاء الله المباراه اللي راح نقدم كل ما عندنا عشان نوصل للنهم ان شاء الله. احمد، جمهور الامارات وايد يسال عنك في طول البطوله، قبل البطوله يسال عنك اوضاع احمد، اخبار احمد. احمد اليوم نزل قدم مستوى، لكن يحتاج وقت ليعود احمد اللي عرفه الجمهور الاماراتي، اللي ابدع في اسيا، ابدع في بطولات الخليج، ابدع مع الاهلي سابقا، وينتظرون يبدع في الدوري كذلك. اول شيء اقول الحمد لله، يمكن على الجهاز الاداري والجهاز الفني يمكن اعطاني الثقه ان انا اكون موجود من ضمن المجموعه، اكيد من بعد غياب طويل 3 شهور بعد الاصابه. الحمد لله اتوقع ان اليوم انا شاركت في المباراه، كملت مع اخواني بفرحه، وان شاء الله انا قد ما اقدر ان شاء الله احاول في اسرع وقت، والفتره الجايه ان شاء الله راح اجتهد عشان ان شاء الله ارجع لمستواي واحسن ان شاء الله. محمد، عفوا، ما بصعبه ان نسجل هدفين علشان نكون احنا الهدافين، واحمد خليل عودنا دائما ان يظهر في الاوقات الصعبه، محتاجين ظهور امام عمان، وانت تعرف الطريق لمرمى عمان تماما. اكيد اتوقع ان اليوم وصلنا لمرحله يمكن الكل عارف فريق كله نجوم، علينا ان نجتهد. اتوقع ان اليوم احمد صحيح انه عليه المطلوب انه يسجل، لكن دام ان احنا انا عندي ثقه في اخواني ان شاء الله. واحمد بيسجل قدام عمان، ما في مجال، ان شاء الله اخواني راح يساعدوني عشان انا اسجل ان شاء الله. عندنا ذكريات جميله وياك، صحيح. سجلت في السعوديه، اخذنا اسيا للشباب، يعني صحيح. اهدافك تجيب بطوله للامانه. صحيح صحيح، بس تعرف انت كل مباريات لها ظروفها، واحنا قد ما نقدر نحاول نفرح الشعب غض النظر احمد سجل ولا تعرف انت الوضع ساعات ما يخدمك انك انت تطلع تكون في مستواك او تكون في يومك، بس بالعكس نحن اليوم قاعدين نجتهد، واتمنى ان شاء الله ان نحن ان شاء الله المباراه الجايه نقدم الافضل ان شاء الله عشان نفرحكم ان شاء الله ونفرح شعب الامارات. فرحتنا وبتفرحنا ان شاء الله، شكرا. ان شاء الله يا رب حبيبي. بكل امانه، يعني الشكل الكبير اللي وضعه الزكيروني على الدفاع وضغط كبير طول المباراه، واليوم عاد رفيق دربك يعود. هذا شيء، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام يفرحني. الحمد لله احنا اهم شيء الدفاع عنا ما يكون منا غلط. الحمد لله الحين 4 مباريات كلين شيت، هذا شيء بالنسبه لنا زين الحمد لله. كل مباراه في الحمد لله في تحسن بالشق الهجومي، شوف كل مباراه، شوف مباراه عمان للمباراه هاي في تحسن، فرق كبير وايد. فالحمد لله الحمد لله، ها ان شاء الله نتابع على هالمستوى، نتمنى نكمل البطوله كامله كلين شيت ان شاء الله. محمد، اليوم انت كلاعب خبره ما توقع في ضغوطات بالنسبه للنهايه، اعتدتوا اللعب قدام يعني الاف من الجماهير، اعتدتوا دائما انكم تشلون امال الجماهير اللي حاضره وانكم تفرحونها، شو تقول كذلك للاعبين اللي انضموا حديثا للمنتخب في هذا الجانب؟ الحمد لله، اعتقد على طول انضموا للتشكيل الحمد لله، خذوا الثقه على طول الحمد لله، دعم الشباب، كل الفريق كان داعم للعيبه اللي انضموا، الحمد لله ادوا مستوى طيب في البطوله، اشكرهم كل اللي دخلوا ضمن التشكيله ال11 صراحه ما قصروا. المباراه النهائيه بتكون لها طابع ثاني، بيكون لها استعداد ثاني، ان شاء الله ان نكون مستعدين، منتخب العماني منتخب قوي، فان شاء الله ان نتوفق في النهائي، واهم شيء ان شاء الله فريقنا يقدم المستوى المامول، كل مباراه الحمد لله احسن عن الثانيه. على المستوى الشخصي، حد قال لك انت نجم من نجوم البطوله، انت المبدع في خط الظهر، شايل عنا ما شاء الله العالي والنازل، العين بارده عليك، نحتاجك لمباراه عمان، حد قال لك هذا الجانب مهند؟ والله الحمد لله دوم اخواني ربعي، في ناس كم قالوا لي المباراه الماضيه شليت هدف، يعني رديتنا للبطوله. واليوم اسماعيل اللي قام بالدور. الحمد لله ما قصر اسماعيل الحمد لله، فهذه شهاده اعتز فيها، لكن بقول لك كل التوفيق من الله، ما توفيقي الا بالله، الحمد لله، فان شاء الله ان نتابع على هالشيء واكون نجم البطوله ان شاء الله. انا شيب لحد حبيبي الله يخليك. ها؟ عادي طبيعي، الشيب وقار. ما تكبر تبدع، الله يوفقك ان شاء الله ومزيد من التوفيق. الشباب ترى بعدني الشباب، بعدني اقدر ادي بعد اكثر واكثر. الشيب هذا تمويه. تمويه هذا، الله يعافيك حبيبي، شكرا شكرا. الحمد لله على كل حال، هذا توفيق من الله اول شيء، وجهود الاخوان، دعاويكم انتم طبعا، دعاوي الوالدين. اتوقع الكل المنتخب كله طلع الصورة المطلوبة. نفس ما قلتها قبل، في
في تحسن في اداء المنتخب، لكن يمكن يعيبنا في اللمسه الاخيره. المنتخب قاعد يلعب، المنتخب قاعد يوصل، المنتخب قاعد يضيع. عليكم خالد مضغوطين طول المباراه، الكور دائما عليكم، خط الظهر يعني دائما مضغوط، انت كحارس مرمى مطلوب طبعا منك انك تكون حاضر، واللي شفناه انك شلت العديد من الكور. صحيح، طول ما انا اقول لك اياها بصراحه، اذا ما تسجل قدام الضغط يزيد عليك ورا. لازم يكون تركيزك 200%، نص غلطه بقول. بس عليك على يعني الجانب الشخصي ما شاء الله عليك، كلنا اعصابنا فالته، لكن يتنا كذا بفاصل مهاري شويه كنترول، وين جبت الاعصاب البارده في هالوقت؟ لا بصراحه انا اقول لك اياها، يعني في كلمه قلتها حق الجماعه في غرفه الملابس، قلت لهم يا جماعه يعني انه شيء طبيعي ان اللعيبه الحين اتنشن، اللعيبه الحين مضغوطين، لازم احنا ننزل هذا الضغط. يعني اللي شايف المباراة ولا هذا يشوف ربيع مضغوط ولا هذا يحاول انه يهديه. كم الكنترول اللي سويته حاسب؟ 3-4 يمكن. اكثر؟ توقعت انك تصد اليوم؟ توقعت اني اصد كورتين بصراحه، الحمد لله توفقت وصديت كوره واحده، ان شاء الله المباراه ان شاء الله الله يقدرنا ان ما نوصل الكاس اذا يانا الفضل الكبير طبعا للمجموعه كامله، ولكن غفازك هذا احتفظ فيه، بروزي واحتفظ فيه. حاضرين ان شاء الله، والله يوفق الجميع.